في سياق متصل انطلقت اليوم في تونس أعمال الدورة العادية 30 للقمة العربية بمشاركة الزعماء العرب وحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غواتريتس. ومن المقرر أن تناقش القمة العربية عدة قضايا بما فيها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا. وكان وزراء الخارجية العرب قد اختتموا اجتماعهم التحضيري للقمة بالتأكيد على التمسك بالسيادة السورية على الجولان، وكذلك التشديد على رفض التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.